مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بحضراتكم معنا وحلقه جديده من المشهد، ولقاء يوم يتجدد مع حضراتكم على شاشه النيل الاخبار. هذه الحلقه نلقي فيها الضوء على زياره وزير الخارجيه المصريه سامح شكري الى الكويت، اهميه هذه الزياره ودلاله التوقيت ودورها في تاكيد والحديث بشكل مفصل على العلاقات الاستراتيجيه التي تجمع مصر والكويت، وتدعيم وتوطيد وتوثيق العلاقات الثنائيه بين البلدين في المجالات المختلفة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والتجارية. هذا بالإضافة بطبيعة الأحوال إلى التناغم الشعبي بين كل من مصر والكويت. ونناقش أيضا برأي والتحليل الرؤية المصرية والكويتية في التعاطي وفي التعامل مع القضايا والملفات العربية في ظل منطقة مشتعلة بالأحداث وبالصراعات وبالحروب المختلفة. مجموعة من الأسئلة والاستفسارات نتحدث فيها بشيء من التفصيل عن الملامح العامة والعلاقات الاستراتيجية الوطيدة والوثيقة التي تجمع كل من مصر والكويت، وإلى أي مدى هذه العلاقات يمكن أن تكون نموذجا بالفعل يحتذى به في شكل وطبيعة العلاقات الثنائية بشكل عام على المستوى العربي. معي ومعكم في هذه الحلقة من المشهد على الهواء مباشرة الأستاذ محمد السيد حمادة، الكاتب الصحفي الكبير المتخصص في الشؤون العربية بجريدة الأهرام. أستاذ حمادة مساء الخير يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم والسادة المشاهدين. أشكرك على تلبية الدعوة، واسمح لنا في البداية نتوقف مع هذه الدقائق المعدودة ومتابعة هذا التقرير التالي عن زيارة وزير الخارجية المصرية سامح شكري إلى الكويت، ثم نعود إليكم من جديد لبدء النقاش. في إطار العلاقات التاريخية التي تربط مصر والكويت، جاءت زيارة وزير الخارجية سامح شكري إلى الكويت. وقام وزير الخارجية سامح شكري بتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، تضمنت دعوة لزيارة مصر. وأعرب شكري عن تطلع مصر للاستمرار في تعزيز العلاقات الوطيدة مع الكويت وتحقيق مزيد من الاختراق في مجالات التعاون الثنائي خلال المرحلة القادمة بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين. من جانبه أكد أمير الكويت على الدور المهم الذي تلعبه مصر كركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة، وعلى وقوف الكويت مع شقيقة مصر فيما تتخذه من إجراءات لحماية مصالحها وفي سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، وأهمية مواصلة التنسيق والتشاور رفيع المستوى بين البلدين على ضوء العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة القائمة بينهما. كما بحث وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الكويتي الشيخ أحمد الناصر الصباح مختلف أوجه العلاقات الوطيدة بين مصر والكويت، وأكد الجانبان على مواقفهما تجاه أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية. وأعرب شكري عن التقدير لما قدمته الكويت من دعم للاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة والدور الناشط للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في دعم التنمية في مصر. أجدد لكم التحية من جديد مشاهدينا الكرام، وأيضا أجدد التحية بضيفي الكريم في استوديو المشهد الأستاذ محمد السيد حمادة، الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون العربية بجريدة الأهرام. لك التحية من جديد أستاذ حمادة. وعندما نتحدث حقيقة عن العلاقات المصرية الكويتية، نحن بصدد الحديث بطبيعة الأحوال عن علاقات استراتيجية وعلاقات تاريخية عظيمة وعميقة. في أي سياق وفي أي إطار في البداية تضع أهمية ودلالة التوقيت لزيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى الكويت؟ يعني هو بداية كما تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي أن العلاقات المصرية الكويتية هي علاقات نموذجية بين الدول العربية،
وطبعا هذا الكلام تحدثه الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما اجتمع به رؤساء تحرير الصحف الكويتية منذ أشهر. الكويت ومصر علاقات تاريخية، علاقات متجذرة، علاقات سواء كان اقتصادية، ثقافية، سياسية، علاقات تربطها مصاهرة ودم بين الشعب المصري وبين الشعب الكويتي. الكويت لها مكانة خاصة في قلوب المصريين، وأيضا مصر لديها رؤية في سواء كان على الصعيد السياسي أو الاقتصادي لتحقيق التكامل العربي، وخاصة أن الزيارة الآن التي قام بها وزير الخارجية سامح شكري إلى الكويت والتي تستغرق 3 أيام وبدأها بالأمس هي زيارة في غاية الأهمية، والهدف منها هو توحيد الرؤى وتبادل الآراء والأفكار حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية. الكويت طبعا لها مكانة خاصة في عقل وقلب الشعب المصري، بالإضافة أيضا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني يهتم اهتمام كبير بدولة الكويت والحكومة الجديدة والقيادة الجديدة داخل الكويت. ولعل الرسالة التي سلمها وزير الخارجية سامح شكري إلى سمو الشيخ نواف، وهو طبعا القيادة الجديدة في الكويت، إنما تؤكد على عمق العلاقات التاريخية والثقافية وأيضا السياسية. وأيضا يوضح في الرسالة فيها العديد من النقاط الهامة، وهي الموقف المصري من دولة الكويت وأمن وسلامة الموقف في الخليج، خاصة أن الكويت عنصر مهم جدا ودولة مهمة جدا في مجلس التعاون الخليجي. صحيح. طب أستاذ حماد، يعني إلى أي مدى ترصد وترى أن هناك حالة من التناغم والتوافق الشديد في المواقف والرؤى بطبيعة الأحوال ما بين مصر والكويت في الكثير والعديد من الملفات والقضايا العربية المختلفة؟ وإلى أي مدى أيضا نحن بحاجة إلى وحدة الصف العربي سواء المصري الكويتي أو المصري العربي بشكل عام للتعاطي والتعامل مع التحديات والصعاب والمشكلات التي تواجه المنطقة في ظل ما يعرف بالربيع العبري أو الخريف العربي، والمؤامرات التي تحاك بالمنطقة لتفتتها وتفككها إلى دويلات صغيرة ومتناحرة ومتصارعة؟ يعني أجواء استثنائية وظروف أيضا استثنائية تمر بها المنطقة العربية، تحديات جسام. إذن في المقابل لابد أن تكون الجهود التي تبذل جهود على قدر وعلى مسؤولية هذا يعني الحدث الجلل الذي يحدث في المنطقة من تغيير جغرافي ومحاولة أيضا طمس الهوية التاريخية للدول العربية المختلفة. طبعا هناك تحديات خارجية قوية جدا وعنيفة في المنطقة العربية، ومن ثم كان هناك الدور المصري والسياسة المصرية الخارجية لدعم الموقف العربي وأيضا محاولة لم شمل الدول العربية. هناك العديد من الاتصالات في جميع الاتجاهات. على سبيل المثال قبل هذه الزيارة كان هناك اجتماعات مع العراق ومع الأردن للتباحث في العديد من الملفات، سواء كان الملفات الأمنية أو السياسية أو الاقتصادية وغير ذلك. هناك أيضا حوار بين مصر وبين دول الاتحاد الأوروبي، خاصة قبرص واليونان، وأيضا محاولة الحفاظ على الأمن القومي العربي من التدخلات الخارجية، وخاصة بعض الدول الإقليمية التي تحاول أن تفرض أجندتها أو تحاول أنها تسرق وتنهب الثروات العربية، سواء كان في البحر المتوسط، شرق البحر المتوسط، أو في بعض الدول العربية مثل ما تفعل تركيا على سبيل المثال. هناك أيضا محاولة من الجانب المصري لرأب الصدع بين الأشقاء، وخاصة في ما يحدث منذ ساعات أو منذ أيام في منطقة الصحراء في المغرب، والاتصال مع الجانب المغربي والجانب الجزائري لمحاولة خفض التصعيد في هذه المنطقة. إذن السياسة المصرية والدبلوماسية المصرية تعمل بشكل كبير جدا جدا في محاولة وحدة الصف العربي، بالإضافة أيضا إلى نزع فتيل الأزمة كما حدث في ليبيا على سبيل المثال. إذن الزيارة تأتي في وقت في غاية الأهمية. هناك العديد من الأحداث الجسام التي تحدث في العالم، منها الانتخابات الأمريكية وتغيير رأس الدولة في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم تغيير السياسات الأمريكية تجاه المنطقة. ونحن نعلم أن منطقة الشرق الأوسط دائما تأتي على أولويات السياسة الأمريكية. صحيح. وأيضا هناك العديد من التحديات الإقليمية، منها التدخلات الإيرانية في منطقة الخليج العربي. إذن هناك لابد من وحدة الموقف العربي في العديد من القضايا.
الأمن القومي العربي من خلال مجلس التعاون الخليجي ووحدة في وحفظ الأمن في منطقة الخليج العربي من التداخلات الإيرانية وأيضا التهديدات التركية وأيضا دعم قطر للإرهاب، ومن ثم يعود على نشر الفوضى في داخل الدول العربية، ومن ثم لابد أن يكون هناك وحدة في الموقف العربي في القضايا الاستراتيجية. طيب عن هذه الوحدة في الموقف العربي في القضايا الاستراتيجية وعن الواقع الجديد حقيقي اللي حضرتك تحدثت عنه منذ لحظات في متن كلماتك على المستوى العالمي، ربما بفوز جو بايدن الرئيس المنتخب الأمريكي الجديد في الرئاسة الأمريكية، وفي المقابل هناك أيضا نتابع مجموعة من يعني التظاهرات ربما أو الاحتجاجات في الشوارع الأمريكية أيضا للمؤيدين لدونالد ترامب. كيف ترى هذا الواقع الجديد ربما الذي سيتشكل في البيت الأبيض؟ ربما لا نعلم جميعا ما هو قادم في ظل التصارع والتناحر ما بين بايدن وترامب وتأثير ذلك على القضايا العربية. هل نعول كثيرا مع اختلاف الوجوه أم تتعدد الوجوه والدماء وتبقى السياسة والنهج والاستراتيجية الأمريكية واحدة في التعاطي مع قضايا العربية؟ يعني أنا في رأيي أن الخلاف الأمريكي في البيت الأمريكي داخل البيت الأمريكي نحن نترقب ماذا سوف ينتج عن هذا الخلاف من بايدن أو ترامب أو ماذا سيحدث، خاصة أن لسه في ولاية ترامب يعني عدد من الأسابيع المقبلة. صحيح. هذه من ناحية، من ناحية أخرى إحنا بنحاول بقدر الإمكان كدول عربية أن إحنا نهتم بقضايانا وهي القضية الفلسطينية على رأس الأولويات وما يحدث في الأراضي الفلسطينية، أيضا القضية السورية، أيضا ما يحدث في ليبيا، وطبعا إحنا يعني هنتكلم بشكل مستفيض جدا على توحيد الموقف العربي من هذه القضايا. إذا إحنا نحاول بقدر الإمكان أن نكون جبهة في سواء كان على المستوى الإقليمي أو في المحافل الدولية لعرض الرؤية العربية لحل مثل هذه المشكلات، ومن ثم يعود بالنفع على الشعوب العربية. صحيح. أيضا بالنسبة لقضية الإرهاب، وقضية الإرهاب قضية أصابت العديد من الدول العربية والآن أصبحت لا تهدد فقط الدول العربية ولكن أيضا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية نفسها عانت من الإرهاب. إذن لابد أن يكون هناك اتصالات، لابد أن يكون هناك نقل المعلومات وتبادل المعلومات والخبرات في التعامل مع الملفات الأمنية ومواجهة الإرهاب المتطرف، واللي هو بيدعمه العديد من الدول الإقليمية والدول الكبرى لنشر الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار داخل الدول العربية. صحيح. طيب يعني حقيقة هو كمان ملف الإرهاب من الملفات الهامة والخطيرة جدا اللي على أجندة يعني وزير الخارجية المصري في هذه الزيارة الهامة للكويت، ويعني كيف يمكن أن تكون هناك مواجهة ومجابهة حقيقية للإرهاب على المستوى العربي وعلى المستوى الدولي إذا كان في المقابل هناك اختلاف في مفهوم الإرهاب؟ يعني في بعض الدول الفاعلة والمؤثرة في القضايا والملفات العربية عندها خلط حقيقة ما بين إنجاز التعبير الحابل والنابل، يعني ما هو إرهابي، من يرفع السلاح، أحيانا بيتم تصنيفهم إن هم يعني فصيلة من المعارضة المسلحة. وحقيقة قبل كده ما كناش نسمع إن في معارضة مسلحة، المعارضة بتعارض بالفكر وبالقلم وبالكلمة مش بالسلاح. فلو في اختلاف على مفهوم الإرهاب والإرهابي يبقى ازاي هيبقى في يعني خطة دولية متكاملة لمجابهة الإرهاب، وكل دولة بتصنف الإرهاب على حسب هواها وعلى حسب مصالحها الذاتية؟ احنا كدول عربية عانينا من الإرهاب، الإرهاب الذي يروع الأمنين، الإرهاب هو الذي يحدث الدمار ويقضي على الأخضر واليابس. شفنا هذا الأمر، شفناه في العراق، والعراق يعني سنين طويلة جدا في مواجهة الإرهاب حتى تحقق لها النصر على عناصر داعش في العراق. شهدنا أيضا هذا الأمر في سوريا، واستطاع الجيش العربي السوري بعد سنين طويلة أكثر من 10 سنين حتى الآن من القضية السورية يواجه الإرهاب والجماعات المسلحة التي تلقى الدعم من بعض الدول الإقليمية، سواء كان دعم لوجستي مستخباراتي بالأسلحة بالمال أيضا الممرات الأمنة، وهذا ما شهدناه في القضية السورية، واستخدمت تركيا على سبيل المثال هؤلاء المرتزقة في زعزعة أمن واستقرار ليبيا عندما تم نقل المقاتلين الدواعش والعناصر التكفيرية والعناصر المتشددة من إدلب
إلى طرابلس، ومن ثم الآن الشعب الليبي يعاني من ويلات الإرهاب وأيضا من سطوة هذه الجماعات المسلحة. إلا أن الدولة المصرية تفطن إلى هذا الأمر، ومن ثم كان التدخل المصري في القضية الليبية أمن قومي مصري عندما فرضت مصر الخط الأحمر سرت الجفرة. كان هذا الأمر يعني مصر مش بتهزر في أمنها القومي. صحيح. هذه من ناحية. من ناحية أخرى أيضا نجد أن الإرهاب عانى منه جميع الدول العربية، ومن ثم لابد من تبادل المعلومات والمعلومات الاستخباراتية، وأيضا لعدم توفير بيئة حاضنة لمثل هذه العناصر. وشاهدنا العديد من القضايا التي تم كشفها في الكويت. والكويت عشان هي يعني الكويت دي بتمثل قلعة من قلاع الحرية في منطقة الخليج العربي، يعني كان هناك بيئة ملائمة لبعض الأفكار، إلا أنها متطرفة، إلا أن هذه الجماعات يعني أصابت المجتمع الكويتي بالعديد من العمليات وأيضا العنف داخل المجتمع الكويتي. ومن ثم نجد أن الكويت وقفت بيد من حديد في التصدي لمثل هذه الجماعات. طيب لما بنتكلم حقيقة على المواقف أو الرؤى المصرية وكذلك الكويتية، بنلاقي أن حقيقة في قواسم مشتركة فيما يتعلق بالحكمة في سياسات مصر والكويت إزاء القضايا والملفات المختلفة. التأكيد أيضا على مجموعة من الثوابت رفض التدخل في شؤون الدول الأخرى. هذه الحكمة لا تعني التنازل عن حقوق هذه الدول أو التخاذل تجاه الدفاع عن قضايانا، ولكنها حكمة فيها قدر كبير جدا من الاتزان من أجل الحفاظ على الدول ومقدرات الشعوب. كيف نستفيد من هذه الحكمة المصرية الكويتية في الدبلوماسية والسياسة لكلا البلدين في احتواء ما تبقى من أوطاننا العربية بعد يعني سنوات من الدمار والخراب وشتات الشعوب العربية ما بين لاجئ ونازح؟ طبعا الكويت لديها علاقات قوية جدا مع المجتمع الدولي، علاقات تمتاز بالحكمة والوسطية. يعني في جميع الملفات نجد أن الكويت بتميل إلى لغة العقل ولغة الحوار. أما بالنسبة لمصر والسعودية والإمارات والبحرين، نجد أن هناك مثلا على سبيل المثال قطر وتركيا، هذه الدول تحاول أن تهدم المجتمعات في مصر وفي الإمارات وفي السعودية وفي البحرين. ومن ثم الرد المصري والرد الرباعي العربي لابد أن يكون رد قوي. إلا أن الكويت بتميل إلى لغة الحوار، تقريب وجهات النظر، محاولة لرأب الصدع. ومن ثم نجد أن القيادة المصرية والحكومة المصرية تحاول أن تحدث نوع من أنواع الحوار والتلاقي في العديد من القضايا. مثلا على سبيل المثال نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية تستفاد من التصعيد في منطقة الخليج العربي من خلال بيع الأسلحة، من خلال التدخلات، من خلال قواعد عسكرية. يعني من الممكن أن يكون هناك تقارب في وجهات النظر بين بعض الدول الإقليمية من خلال الكويت التي تمتاز بعلاقات قوية مع سواء كان مع إيران سواء كان مع جماعة الحوثي. إذن من الممكن أن يكون هناك حالة من حالات خفض التصعيد في هذه المنطقة، ومن ثم ننعم بالأمن والاستقرار. وعندما يتحدث الشيخ نواف عن أن مصر هي الركيزة للأمن والاستقرار، إنما يؤكد أيضا على أن القيادة المصرية تقف مع دول الخليج وأن أمن الخليج خط أحمر. ومصر تؤكد على ذلك بأن الكويت ليست بمفردها، وهناك أيضا ليس فقط من الناحية السياسية ولكن أيضا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، هناك العديد من المشروعات الكبرى التي تساهم الكويت في داخل مصر. ومن ثم الجانب الاقتصادي له عامل كبير جدا في الحوار ما بين سامح شكري وزير الخارجية وسواء كان يعني الأمير نواف أو ولي العهد أو رئيس الوزراء. طيب يعني نود الحديث بشيء من التفصيل أكثر عن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية المصرية الكويتية، ربما يعني تتجاوز المليارات، وفي حقيقة شركات كويتية عدة بتعمل في مصر، وأيضا عمالة مصرية في المقابل متواجدة في الكويت، ومشروعات مشتركة بين الجانبين في المجالات الاقتصادية المختلفة. كيف يمكن أن نعزز هذه العلاقات حقيقة
المتميزة بالفعل والوطيدة والوثيقة، ولكن أن تنمو هذه العلاقات بشكل أوسع وأرحب بما يعود بالنفع ويحقق مكاسب حقيقية على يعني رفاهية الشعبين المصري والكويتي. يعني دعيني أوضح لحضرتك وللسادة المشاهدين أن الكويت من أكبر الدول المستثمرة داخل مصر. الكويت وفقا لتصريحات السفير الكويتي تستثمر في مصر من 16 إلى 19 مليار دولار. الكويت حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت في 2019-2018 بلغ 4 مليار دولار. الكويت لديها جالية كبيرة جدا من الشباب الذين يدرسون في مصر، 22 ألف كويتي. السياحة الكويتية شيء مهم جدا، أكثر من 160 ألف سائح كويتي بيأتي إلى مصر. إذن هناك علاقات اقتصادية قوية جدا، سواء كان في جذب مزيد من رؤوس الأموال أو بالنسبة للشركات العاملة في مصر، أكثر من 6000 شركة كويتية بتعمل في مصر. هناك أيضا العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات التي تم توقيعها من خلال اللجنة العليا المشتركة التي عقدت في 2018 مع الحكومة المصرية، وهي طبعا في العديد من المجالات، سواء كان مجال الطاقة، سواء كان مجال الشباب الرياضة، وسواء كان في مجال الثقافي، وأيضا في المجال التعليمي وغيرها من المجالات الأخرى المختلفة. هناك أيضا الاتفاق على تقليل العديد وإصلاح العديد من القوانين التي يحتاجها المستثمر الكويتي، سواء كان بالنسبة لخفض الضرائب أو الإعفاء من بعض الضرائب على المنتجات الكويتية أو المنتجات المصرية التي تذهب إلى الكويت. هناك علاقات اقتصادية متجذرة. هناك أيضا الصندوق الكويتي للتنمية بيساهم بدعم كبير جدا جدا في المشروعات المصرية، وعلى سبيل المثال هناك أكثر من 3 مليار دولار في مشروعات داخل سيناء، سواء كان محطات تحلية، سواء كان محطات طاقة كهربائية. إذن هناك علاقات اقتصادية قوية جدا، ولعل هذه الزيارة أيضا تضع مزيد من دفع هذه العلاقات الاقتصادية، خاصة مع وجود العديد من التشريعات الاقتصادية التي تتيح الفرصة لجذب مزيد من رؤوس الأموال، خاصة قانون الاستثمار الموحد والشباك الواحد. ده بيساعد على أيضا الاستجابة لطلبات المستثمر الكويتي بدراسة الجدوى وتقديم دراسة جدوى للمشروعات التي من الممكن أن يساهم فيها داخل مصر. طيب، فيما يتعلق بالتدخلات التركية وأيضا الإيرانية للأسف في المنطقة العربية وفي ملفاتنا وقضايانا المختلفة، هل لقوة نفوذ تلك الدول أم بسبب يعني التراجع من قبل الدور العربي في احتواء قضاياهم؟ وبطبيعة الأحوال هذا في المقابل أعطى أو أفسح المجال واسعا أمام هذه التدخلات التركية الإيرانية. كيف ترى مشهد الوطن العربي بشكل عام في إطار هذه التدخلات، وهل بالإمكان تقويض أو تقليم أظافر أو كبح جماح هذه التدخلات وتحديدا التدخلات التركية والإيرانية؟ إذا تحدثنا عن التدخلات التركية في الدول العربية فهي تدخلات كبيرة جدا، استغلت الضعف العربي وضعف الدول العربية خاصة في العراق وتوغلها في الشمال العراقي، وأيضا التناحر ما بين الفصائل العراقية، مما أدى إلى إحداث حالة من حالات عدم وجود جبهة واحدة للتصدي للتدخلات التركية في العراق، وهذا ما حدث أيضا في الملف السوري. التدخل التركي والعقلية الأردوغانية هي عقلية نفعية تحاول بقدر الإمكان أن تصدر للشعب التركي المشاكل الداخلية إلى مشاكل خارجية. تركيا كانت تتبع من قبل سياسة صفر مشاكل. الآن تركيا عاملة مشاكل في كل حتة، في كل مكان، مع دول الجوار، خاصة العراق والتوغل والطمع في الثروات العراقية في الشمال العراقي، وأيضا التوغل في الشمال الشرقي السوري والعمليات التي تقوم بها، وأيضا دعم الفصائل والجماعات المسلحة بهدف التوسع الجغرافي وأيضا نهب الثروات السورية. إذن كان لزاما علينا أن احنا كدول عربية من خلال توحيد الصف العربي أن نتصدى لتركيا، سواء كان في المحافل الدولية أو سواء كان من خلال مواجهة تركيا
سواء كان مواجهة أمنية أو مواجهة عسكرية أو غير ذلك. نجد ذلك بشكل واضح جدا أن تركيا تحاول بقدر الإمكان من خلال الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي حدثت بينها وبين حكومة الوفاق الوطني في طرابلس إلى نهب الثروات الليبية، وكان لزاما علينا أن نتدخل ونقف مثل هذه الأفعال التركية والغطرسة التركية، هي الغطرسة طبعا توسعية، يحاول بقدر الإمكان أن يضع موطأ قدم على الأراضي العربية. إلا أن الموقف المصري كان واضحا وكان صريحا في هذا الأمر، أن أمن ليبيا والمؤسسات الدولة الليبية على رأس أولويات الدولة المصرية. إذن هناك العديد من التدخلات التركية التي تجابهها مصر سواء كان على المستوى الدولي أو على المستوى العربي من خلال إفساد ما تقوم به تركيا من تدخلات داخل الشأن العربي وخاصة في منطقة الخليج العربي. طبعا ده بيرجع طبعا إلى أن دولة قطر هي التي جلبت الأتراك إلى قطر بإنشاء قاعدة عسكرية داخل قطر. أيضا التدخلات الإيرانية ومحاولة فرض السيطرة على منطقة الخليج العربي، لابد أن يكون هناك موقف عربي موحد للتصدي لمثل هذه الأطماع والتدخلات الإيرانية خاصة. طب كيف يعني، ما هو الموقف الذي من يعني مفترض أن يتم اتخاذه موقف عربي موحد بخلاف كلمات وتصريحات الشجب والإدانة والاستنكار؟ هل الدول العربية يملكون أي أوراق ضغط تساعدهم بشكل أو بآخر في يعني السيطرة والهيمنة على هذه التدخلات وتهميشها وعزلها وإبعادها تماما عن المنطقة، أم انشغال كل دولة عربية بهمومها وصراعاتها وحروبها الداخلية؟ فكرة الحديث عن وحدة الصف أو اللحمة العربية أصبحت يعني ضرب من ضروب الخيال، أو على الأقل في هذه الأجواء الاستثنائية التي تعيشها المنطقة العربية أصبح الأمر صعب بشكل كبير. يعني دعيني أكون واضح مع حضرتك والسادة المشاهدين، إذا شعرت هذه الدول بأن الدول العربية دول ضعيفة، من الممكن لها أن تدخل إلى هذه الدول العربية وأن تحتلها. لكن أنا عايز أقول لحضرتك أن هناك فعلا ارتباط كبير جدا بين القادة العرب، وهناك تنسيق على أعلى مستوى بين القادة العرب والجيوش العربية، وهناك يعني أكبر دليل على ذلك المناورات العسكرية التي تتم ما بين مصر وبين السعودية وبين الإمارات وغير ذلك. إذن العامل العسكري له قوة في ردع التدخلات سواء كان الإيرانية أو التركية. يعني احنا مش بنتكلم وبس، يعني فكره ان احنا يعني احنا بنتبع الاساليب الدبلوماسيه في المحافل الدوليه، لكن احنا هناك استعدادات على اعلى مستوى، استعدادات عسكريه وتنسيق عسكري وايضا تدريبات يعني مشتركه، وده اكبر دليل، وهذه رساله لهذه الدول بان الامن الخليج خط احمر، ليست شعارات ولكنها افعال. واعتقد ان هذه الافعال هي التي تردع مثل هذه الدول عن التدخل في منطقه الخليج العربي او في العديد من الدول العربيه. طب اسمح لنا استاذ حماده، معنا الان مداخله ومشاركه هاتفيه من الاستاذ الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحده الدراسات العربيه والاقليميه والاستراتيجيه بالاهرام والكاتب الصحفي الكبير. دكتور محمد مساء الخير يا فندم، واهلا بحضرتك معنا. مساء النور واهلا وسهلا بحضرتك والاستاذ محمد حمام. أهلا بك يا دكتور محمد. يعني بداية، في أي إطار تضع العلاقات المصرية الكويتية، وكيف تابعت ورصدت زيارة وزير الخارجية سامح شكري إلى الكويت ودلالة التوقيت من وجهة نظرك؟ يعني جزء من هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز وتوثيق العلاقات المصرية العربية. الكويت واحدة من الدول المحورية التي تعطيها مصر أهمية مركزية في إطار تعزيز علاقتها مع الكثير من الدول العربية الشقيقة والصديقة. الكويت حدث تحول في انتقال السلطة من الشيخ صباح الأحمد إلى الشيخ نواف الأحمد، وكانت مصر ممثلة في القيادة السياسية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأدية واجب العزاء. هناك أيضا محورية فيما يخص العلاقات المصرية الكويتية على المستوى الأمني، كان هناك تعاون من جانب الأخوة الأشقاء في الكويت فيما يتعلق ببعض الخلايا الإرهابية التي توصلت مصر عن طريق التحقيقات الجادة التي أجريت في منتصف العام الماضي، وتم تسليم بعض هذه العناصر إلى مصر.
هناك أيضا بعد ثالث يرتبط بالنقاشات المستمرة ما بين مصر والكويت فيما يتعلق بتعزيز الحلول السلمية للصراعات المسلحة العربية، خاصة وأن كل من البلدين يتفقان على التسوية السلمية لها لمواجهة الميليشيات المسلحة العابرة للحدود، التصدي الحازم للتنظيمات الإرهابية، لا سيما وأن كل من مصر والكويت تتعرض لضربات الإرهاب على مدى فترات مختلفة. طيب يعني دكتور محمد، يعني استكمالا لما ذكرته من كلمات، بطبيعة الأحوال هناك أيضا الكثير والعديد من الملفات والقضايا على أجندة وزير الخارجية المصري سامح شكري في هذه الزيارة الهامة إلى الكويت. كيف ترى هذه القضايا، وإلى أي مدى أيضا في المقابل ترى أن العلاقات المصرية الكويتية نموذج يحتذى به في شكل وطبيعة العلاقات العربية، وهل بالإمكان في ظل المتاح التعاطي مع جملة التحديات والصعاب التي تواجه المنطقة العربية بشكل كبير وبشكل أيضا استثنائي؟ أولا هناك إصرار من جانب قيادات البلدين حول استمرار أي تحديات تواجه العلاقات. كما تعلم حضرتك أن هناك بعض المشاكل التي تحدث بين القين والآخر للعمالة المصرية الموجودة في الكويت. العبرة دائما في القدرة على احتواء أي اختلاف من كل من الدولتين. هناك أيضا اعتبار يرتبط بالقدرة على استرجاع يعني دعائم الماضي لدعم تطلعات المستقبل. الكويت لمن لا يعلم سواء أن شاركت في حرب أكتوبر في دعم مصر، هناك أيضا دور مصري محوري خلال المرحلة المقبلة فيما يتعلق بتعزيز العلاقات مع الكويت في التشاورات المستمرة فيما يتعلق بإعادة إعمار بعض الدول التي حدث لها مكروه. وعلى سبيل المثال الكويت التي تعرضت للغزو العراقي هي نفسها التي استضافت منذ عامين مؤتمر لإعادة إعمار العراق، ومصر مستفيدة في هذا السياق من خلال دعم شركتها التي تعمل في مجال المقاولات والتشييد والبناء فيما يخص إعادة الإعمار. هناك أيضا دور مستمر يتعلق بالدعم المصري الكويتي للقضايا العربية في المحافل الإقليمية والدولية، علاوة على وقف أي تدخلات من جانب بعض الذئاب الإقليمية التي تحاول العبث في الشؤون الداخلية للدول العربية. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر الأستاذ الدكتور محمد عز العرب الكاتب الصحفي الكبير، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة معنا، وأعود من جديد لضيفي الكريم الأستاذ حمادة. يعني أستاذ حمادة، يمكن ما ذكره دكتور عز العرب منذ لحظات تطرق إلى محور أو جزئية مهمة جدا، فكرة الحديث عن العمالة المصرية في الكويت وعن بعض الوقائع أو الأحداث الاستثنائية أو الفردية اللي حقيقة بيحاول في المقابل بعض المتربصين والمتنمرين بالبلدين ان هم يعني يستغلوها في اثاره الفتنه واحداث وقيع حقيقيه. الى اي مدى تاتي هذه الزياره وغيرها حقيقه من الزيارات، والى اي مدى تاتي الحكمه والدبلوماسيه والحنكه المصريه الكويتيه في احتواء كل هذه المشكلات التي تحاول ان تنال من قوه وعمق العلاقات المصريه الكويتيه، مش بس على المستوى السياسي ومش بس على مستوى الزعماء ورؤساء والحكومات، ولكن أيضا على المستوى الشعبي والجماهيري. الجالية المصرية في الكويت من أكبر الجاليات، أكثر من 600 ألف مصري في الكويت، وبالتالي طبعا هذه الجالية تعمل وتعمل بكد وبشرف في الكويت وتساهم في بناء الكويت الحديثة. أعتقد أن هناك العديد من الـ يعني الموضوعات أو المواقف أو الأحداث المنفردة، وهي أحداث فردية تحاول بقدر الإمكان بعض الأبواق وبعض وسائل الإعلام المأجورة أو المسمومة إلى تسميم العلاقة ما بين الكويت وبين مصر والشعب المصري والشعب الكويتي. إلا أنها هي طبعا الدولة المصرية دولة كبيرة، وأيضا دولة الكويت دولة قانون، وكل هذه الأحداث بيتم التحقق منها وأيضا استعمال القانون في مثل هذه الأحداث، ومن ثم كان هناك طرح لموضوع العمالة المصرية وضرورة المحافظة على مكتسبات وحقوق الشعب
الكويتي وأيضا على حقوق الشعب العمالة المصرية داخل الكويت وتوفير حياة كريمة لأبناء الشعب المصري هناك. أنا في النهاية بشكر حضرتك جزيل الشكر الأستاذ محمد السيد حمادة الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون العربية بجريدة الأهرام. شرفتنا ونورتنا يا فندم، شكرا جزيلا على تلبية الدعوة. شكرا جزيلا يا فندم. أشكرك والشكر موصول لكم أيضا مشاهدينا الكرام. نهاية هذه الحلقة من المشهد، تقبلوا تحياتي ودائما للحديث بقية.